ربي يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم عن شكل بذور الشيا. هنتكلم عن بذور الشيا، وكالعادة هنتكلم عن كل تفاصيل الموضوع ولكن بشكل سريع، فما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك، اضغط اللايك ويلا بينا نتعرف على التفاصيل. لو وزنك زايد ومش عارف تخس، أو عندك دهون زيادة في منطقة البطن، أو دهون على الكبد، أو عندك جرثومة معدة، أو سكري، أو مشاكل في القولون، فأنت محتاج أفضل صامغ عربي هشاب سوداني المنشأ والمصنع بأعلى معايير الجودة العالمية من شركة ناتوريا. طب أجيب ناتوريا منين؟ ما أنت عندك موقع وشركة الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. في الوصف هتلاقي لينك موقع الهشاب 2000، واللي من خلاله هتقدر تشتري المنتج بأقل سعر ويوصلك لحد باب البيت، سواء في مصر أو في أي مكان في العالم. وكمان تقدر تتواصل معنا على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة. أما لو عايز تعرف أي معلومة تخطر على بالك عن الصمغ العربي، سواء عن طريقة الاستخدام الصحيحة أو عن فوائد الصمغ العربي، فهتلاقي في الوصف لينك الموقع الوحيد باللغة العربية المتخصص بالكامل في الصمغ العربي. بذور الشيا هي بذور صغيرة زي بذور حب الرشاد تقريبا في الحجم، بناخدها من نبات الشيا اللي بيطلع أو بيتزرع في المكسيك وأمريكا الجنوبية. لونها ممكن يكون أبيض أو أسود، بني أو رمادي. لو نقعت بذور الشيا في السوائل هتلاقي قوامها هلامي، تمام، وطعمها خفيف وغير لاذع، بس ممكن ياخد طعم المكونات اللي حواليه. القوام الهلامي بيخليها مناسبة للأكل والمشروبات اللي بتحتاج سماكة أو لزوجة زي البودنج والعصاير. نبات الشيا بيحب التربة الرملية والطينية، ده النبات نفسه، وبيحب الجو الجاف والساخن. النبات محتاج شمس كتير عشان ينمو صح ويطلع بذور. بذور الشيا بيتم جمعها يدوي في الخريف. في نوعين رئيسيين من بذور الشيا، البيضة والسودة، الفرق بس في اللون، إنما القيمة الغذائية متشابهة تقريبا. بالنسبة لسيدة البيت تقدري تستعملي النوعين مع بعض في الوصفات حسب اللي تفضليه. بذور الشيا غنية بالألياف، مفيدة لصحة الأمعاء وللتحكم في سكر الدم، فيها بروتينات وأحماض دهنية زي أوميجا 3، مفيدة لصحة القلب والمخ، فيها كمان فيتامينات ومعادن مهمة زي الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم. من ناحية تانية بذور الشيا بتحتوي على مضادات التهاب طبيعية، وده بيساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، تمام، واللي غالبا بتكون سبب في كتير من الأمراض المزمنة زي التهاب المفاصل، زي أمراض القلب. وكمان من ناحية تانية بذور الشيا بتحتوي على نسبة جيدة من الزنك اللي بيساهم في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة العدوى. من ناحية تانية الدراسات كمان بتشير إلى أن بذور الشيا مفيدة جدا وليها دور في تحسين مستويات الطاقة والأداء البدني بفضل محتواها من البروتين والألياف اللي بيساعدوا في توفير طاقة مستدامة للجسم. بذور الشيا كمان بتحتوي على مواد مضادة للأكسدة زي الكيرستين اللي بيساعد في حماية الخلايا من التلف اللي بيحصل بسبب الجذور الحرة، وبالتالي بتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض السرطان. بالإضافة لكده بعض الأبحاث بتشير إلى أن بذور الشيا ممكن تساعد في تحسين صحة العظام بفضل محتواها من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وده بيكون مهم بشكل خاص للأشخاص اللي عندهم هشاشة عظام أو اللي بيحتاجوا لتعزيز صحة العظام. وبتحتوي أيضا بذور الشيا على مادة التريبتوفان، وهي حمض أميني بيساعد في تحسين المزاج والنوم بفضل دوره في زيادة مستويات السيروتونين في الدماغ، وده بيكون مفيد للأشخاص اللي بيعانوا من الأرق والاضطرابات المزاجية. وبتساهم بذور الشيا في التحكم في الشهية بفضل قدرتها على امتصاص الماء وتكوين مادة هلامية في المعدة، وده بيساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي بيساعد في إدارة الوزن بشكل فعال. بالنسبة لاستخدامها أو لاستخداماتها، فتقدر تحط بذور الشيا في السلطات، المعجنات، الأكلات الحلوة، تقدري تستبدلي بيها البيض في بعض الوصفات. لو نقعتيها في السوائل شوية هتتحول لبودنج لذيذ،
بذور الشيا غنيه بالالياف اللي بتحسن الهضم وتساعد في التحكم في الوزن. ايضا الاوميجا 3 فيها مفيده لصحه القلب، ممكن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم. بذور الشيا غنيه بالاحماض الدهنيه ومضادات الاكسده اللي بتعزز صحه البشره والشعر. تقدري تستعمليها في مستحضرات التجميل الطبيعيه زي الزيوت والكريمات والاقنعه. بعض الدراسات بتقول ان بذور الشيا ممكن تساهم في تقليل التجاعيد وتحسين صحه البشره. مع كل فوائدها ضروري ناخد بذور الشيا باعتدال. الافراط ممكن يسبب اسهال وغازات، لان اللي عندهم حساسيه من الاكل ممكن يكون عندهم حساسيه من بذور الشيا. اللي بياخدوا ادويه معينه زي ادويه سيوله الدم يخلي بالهم انهم يتجنبوا بذور الشيا لانها ممكن تتفاعل مع الدواء. وما ننساش ان الصمغ العربي الهشاب هو افضل البروبيوتيك واحلى غذاء للبروبيوتيك وافضل علاج طبيعي لمعظم امراض الجهاز الهضمي وخصوصا جرثومه المعده اللي بيقضي عليها في خلال اقل من شهرين بفضل الله. ده علاج مجرب يا جماعه لجرثومه المعده بشكل خاص. مفيش حاله تقريبا اخذت الصمغ العربي لعلاج جرثومه المعده الا وخفت الحمد لله اقل من شهرين بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني انك تضغط لايك للفيديو. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.